يعني هو اجره ايه؟ اجر اللي بياخد اجر اللي بيسلف، انت بتسلف ولا يؤم الناس؟ يسلف يعني يقرض الناس، يعني يقرض الناس ولا ياخذ فلوس؟ يعني هو اللي بيقرضهم وبعدين بعد فترة ياخد الفلوس تاني، اجره ايه يعني؟ مأجور، مأجور، مأجور. حديث من أنظر محسرا جعل الله له بكل يوم صدقة. ده حديث صحيح؟ بس معناه يعني معناه نعم.